هنالك نظرية يا فاطمة تقول إن الهواتف تتراجع كفاءتها بشكل متعمد قبل إطلاق الشركات لإصدارتها الجديدة لإجبار المشترين على الاستبدال. طبعاً هذه واحدة من الحيل. إذا كان ذلك صحيح محمد فهذا يعني أن هواتف البعض قد تتعطل قريباً، لأن الهواتف الجديدة ستدخل السوق قريباً وأبرزها ربما آيفون 15 في سبتمبر كما جرت العادة. سامسونج أيضا ربما تطلق أجهزتها الذكية المطوية هذا الشهر، لكن بمناسبة الحديث عن تراجع الكفاءة تتوقع منصة أبحاث السوق ستاتيستا أن يكون العمر الافتراضي للهواتف الذكية عام 2027 أقل من عامين ونصف. طيب ماذا نفعل حتى نمدد أعمار أجهزتنا؟ وما المتحكم الأساسي في تراجع كفاءة الهاتف؟ نناقش هذه الأمور وتوجهات قطاع التقنية بشكل عام في الدقائق القليلة القادمة مع فيصل السيف. وينضم إلينا في الأستوديو المؤثر والمهتم بالتقنية فيصل السيف. أهلا وسهلا بك، صباح الخير عليكم. صباحكم خير وبركة يا رب العالمين. خير يجعلكم خير يا رب العالمين. عايزين أخبار يعني مطمئنة، كيف يمكن أن نطيل أعمار الأجهزة المحمولة؟ نحن أقدر أقول أنه في صورة نمطية اللي موجودة عن الأجهزة أنها نوعا ما تتعب تتأخر يصير عمرها جدا أكبر، والأمر أحس نفسي أكثر من أمر واقعي. حب امتلاك الأشياء الجديدة قد يؤثر بهذا الموضوع بشكل جدا كبير، بس لو جينا تقنيا والامور التقنيه اللي موجوده في الاجهزه المفروض انها تدوم الى 4 سنوات حتى. يعني ما في تلاعب من قبل الشركات ربما احدى اكثر من الاخرى كما كنا نشوف يعني كما نشاهد في بعض التقارير وبعض الانباء اللي تتحدث انه يتلاعبوا قبل اصدار الاجهزه الجديده. وفعليا لما نتكلم على الاجهزه الجديده لما تطرح تجيب قوة معالجة أعلى من سابقاتها، وبالتالي نقدر نقول البرامج التشغيلية تتماشى مع هذه القوة. فلما يكون عندكم معالجات أقل نوعا ما هذه القوة صعب تدرج معها أو تتعامل معها، بس الأمر فعليا ما ينطبق بشكل كامل، وكانت نقدر نقول نوع من أنواع الحقائق قبل 6-7 سنوات. أما الحين نتكلم أنها صارت زي المث، زي الشيء الأسطوري اللي كان يصير صفحة وبطلوا نوعا ما. صار في تقنين عليهم بشكل جدا كبير، تذكرون موضوع البطارية، تذكرون موضوع الشاشات، فهذه الأمور كانت برمجية بالضبط. طيب سيد فيصل، يعني أحب أعرف منك يعني التوقعات بالنسبة لمستقبل التقنية في العام المقبل. إحنا الآن في منتصف هذا العام وكل الشركات تستعد لإطلاق إصداراتها الجديدة، ولكن أريد التوقعات فيما يتعلق بمستقبل التقنية. جميل. في هذا العام وفي العام المقبل كذلك. جميل جدا. لو تكلمنا على هذه السنة فعليا هذا الشهر من أكثر الأشهر غناء في الإطلاقات، فنعرف أن الشركات سواء الشركات الأمريكية الصينية أو حتى نتكلم على الشركات الكورية تبدأ تطلق جديدها من الأجهزة. تكلمنا على الجهاز المطوي ذكرته أنت في المقدمة، حيكون نهاية هذا الشهر في كوريا وإطلاق رسمي على غير العادة في مؤتمر من سيول وليس في مؤتمر من أمريكا. وأيضا نقترب لنهاية السنة بسبتمبر حسب ما ذكرتم، وبالفعل حكم العادة أنه يطلع الآيفون فيها. الحين هذه الأجهزة هل هتكون في تغيرات جذرية ما بينها وما بين إصداراتها السابقة اللي قبلها؟ فعليا ما نظن هذا الأمر، أتوقع أنه هذا الموضوع فقط يندرج في مسألة تسويق جيل جديد من الأجهزة بدون ما يكون فيها القدرة اللي تعطينا أكثر ب20-30%. هذا كان راح يكون سؤالي التالي لك، يعني ما الهدف من إطلاق تليفون جديد كل سنة من قبل الشركات؟ يعني هل فعلا نحن بحاجة إلى تليفون جديد كل سنة؟ صحيح. إن تكلمنا على الجانب الأعمال الجانب البزنس، الشركات نفسها كون أنه في مستثمرين وفي ناس فعليا قاعدين يبحثوا عن الأرباح، من الضرورة إطلاق الأجهزة بشكل سنوي. نجي للجانب الآخر اللي هو المستخدمين، إحنا هل إحنا بالضرورة نحتاج جهاز كل سنة؟ أبدا. ولكن كثرة التسويق وكثرة التشجيع على امتلاك الأجهزة الجديدة تخلي عندنا حس التغيير اللي ذكرتوها بين الأشياء الأسطورية اللي صارت نشوف أجهزتنا صارت أقدم، وبين الواقع وأن الجهاز فعليا أصلا ما قاعدين نستفيد منه كامل. فهذه المعادلة قاعدة تحاول تنتج منها إثراء أكثر للسوق بأجهزة وأيضا إعطائنا خيارات أكثر لحصول على هذه الأجهزة. طيب كمان في نقطة مهمة، يعني ازدادت يعني حرب الإصدارات الجديدة ما بين الشركات الجديدة وكذا، ولكن في ذات التوقيت هنالك حرب البحث عن الثغرات، كل شركة تبحث عن ثغرات الشركة الثانية. يعني
في الإصدارات الجديدة. صحيح، إذا كلمنا على الثغرات نقدر نقول حاجتين، يعني القصور من ناحية العتاد الهاردوير أو القصور من ناحية الخدمات المزودة من هذه الأجهزة. كان في عندنا ترند جانا قبل حوالي 8-9 سنوات وأنه الأجهزة صارت تطلع لنا ميجا بيكسل، بدنا نسمع الميجا بيكسل بشكل كبير، أنه كاميرا أفضل ميجا بيكسل أعلى وأمور زي كذا. رجعت هذه الترند مرة ثانية وبدأت تعطينا إياها بعض الشركات أنه 250 وتعدد الأمور بالصور، كون أن المحتوى بالمرئي المصور وأيضا الفيديوهات صار شيء أساسي على غير 6 سنوات ماضية. فهي ممر نقدر نقول تقنيا نعم ممكن يلاقوا ثغرات، ولكن من ناحية إمكانيات الأجهزة فجانب تسويقي أكثر من أي شيء ثاني. يعني الواحد يدور اللي يناسبه واللي يناسب احتياجاته واستخدامه للهاتف كذلك. طيب يعني هذه البيكسلز والقدرات التصويرية والقدرات للتكنولوجيا والهاتف، يعني هل نحن بحاجتها بشكل كبير في حياتنا اليومية؟ وبالتالي بعض الأشخاص صاروا يحنوا للهواتف القديمة، الهواتف اللي مجرد أني استخدمها استخدام بسيط وأبعد عن كل وجع الرأس هذا. صحيح، احنا بحاجتها كون أنه بالفعل العالم قاعد يتطور والاحتياجات اللي احنا فيها قاعدة تتطور. ولو تلاحظوا كان في عندنا قبل 6 سنوات كثير من الأشخاص يمشون وحولهم ومعهم دائما بطارية وجوال بنك طاقة خارجي، الأمر هذا اختفى نوعا ما. ليش؟ لأنه كفاءة البطارية زادت بشكل جدا عالي. فهنا في تغيرات نحتاجها، بس سرعة هالتغيرات أنها تطبق على أرض الواقع هي اللي تخلينا إحنا بحاجة التغيير المستمر هذا كله. اتكلمت عن توقعات التقنية صح؟ صحيح. بالنسبة لنا التوقعات البرامجية تقول إنه إطلالتك داخل الاستوديو أفضل بكثير وأوقع في قلوبنا من إطلالتك على السكايب وأنت صديق البرنامج. الله يسعدكم دائما، يشرفني أنكم نتشرف بك دائما. شكرا لتواجدك معنا. شكرا لكم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.